للأطفال، ولكن أريدها أيضا. سلافا، ممكن أجلس في العربة إذا بعطيك هذا؟ حسنا. ممكن أجلس الآن؟ لا، لقد غيرت رأيي. أوتش! أوه، ساقي! ماكس، هل أنت بخير؟ لقد جرحت ساقي. أوه لا. سلافا، نريد عربتك. ماكس جرح ساقه. لكن هذا غير صحيح. عن ماذا تتكلمي؟ إننا سنساعده. كمان. What? No way. أعزائي، هيا نذهب إلى المنتزه. آسف يا ماكس، لا تستطيع الذهاب معنا، إنك جرحت ساقك. حسناً يا ماكس، هذا المكان لك. فقط هنا لأن ساقك مجروح. بابا. إلى أين أنتما ذاهبان؟ نحن سنرجع قريبا. ماذا حصل ماكس؟ لا شيئا، فقط انتظر عليكم. وما هذا؟ أوبس، أمسكتك. أنا آسف. سيء جدا، سيء جدا. ستكون لطيفا. إذا وعدت ذلك، ممكن نذهب إلى دواليب المرح. لا أريد أن أركبها. هل أنت خائف؟ ممكن أذهب معك. كول.
أجرب الثاني. No way! Okay. Wow. Oh, لقد رأسي يدوخ. Oh, come on. سلافا، اسمحي لساشا تجلس في العربة. حسناً. What? No way! ساشا أعطي لي. No. إذا تمسكني سأعطيك لك. أنا هنا، امسكني إذا استطعت. بابا أنا هنا الآن، امسكني. ما المشكلة يا ماكس؟ أستطيع شراء عربة لك الآن. يس 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 يس. كمان. ما هذا؟ بابا إنها للألعاب. ممكن تجربها. What? لا تحزن يا ماكس، توجد عندنا الكثير من ألعاب المرأة. هيا بنا. نايس. اوه، لقد تعبت قليلا. بابا اجلس. قلت لكم أن العربة فقط للصغار. يا